أخيرا وبعد طول انتظار تعلن نظرة للدراسات النسوية عن افتتاح مدرسة للنسوية. إيه؟ مين؟ نسوية؟ يعني إيه؟ هي مدرسة تثقيفية تعليمية حول عدد من المفاهيم والقضايا عن النسوية حقوق المرأة. هيبقى فيها كده شرح المصطلحات ومفاهيم قضايا معاصرة عن معنى النسوية، عن يعني إيه نوع اجتماعي، وقضايا شائكة زي مثلاً التمييز والعنف والتنميط وحاجات تانية كتير. بندعوكوا سواء كنت ولاد أو بنات للتقديم للمدرسة، وهتلاقوا تفاصيل أكتر على www.nazra.org. مستنيينكم.